الاستشارة العلمية مهمة جدا، وهي التي يستند عليها القرار السياسي. بدون تحاليل علمية، بدون استشارة علمية، فالقرار السياسي يعني يصبح يعني محتاج إلى معلومات التي لا يملكها. لو ريجيم ميديترانيان والمكونات اللي يكونوا فيه في الأغذية يعني، وكل لي كومبوزي بيو اكتيف اللي موجودين في هذا النمط الغذائي اللي هو معروف هذه اكثر من 40 سنه، وعنده فوائد جيده في ما يخص خطر الامراض القلبيه والايديه. ما كيتلقاو الباحثين اولا راح يتبادلوا وجهات النظر، راح يتبادلوا ايضا المعلومات العلميه، وحنا في العلوم خاصة في العلوم والتكنولوجيا العلم يعني راه يسير بسرعة كبيرة، وكل يوم فيه جديد. وفي مثل هذه اللقاءات يعني يوقع أولا نقدموا الأعمال تاعنا، يوقع أيضا تحيين المعلومات تاعنا.